مرحب بكم كل مشاهدي قناة تايم سبورتس وحلقة جديدة من برنامجكم تايم لايف. وزي ما احنا متعودين هنتابع آخر الأخبار والكواليس على الساحة الرياضية مع سخونة طبعا مباريات الدوريات الأوروبية، انطلاقة الدور المقبل من دوري أبطال أوروبا، وأيضا كل الأحداث على الساحة الكروية سواء محليا أو عالميا. وطبعا يكون معنا فقرتنا في ختام الحلقة فقرة ويكاند. أما دلوقتي وكالعادة خلونا نبدأ حلقتنا. البداية هتكون مع منتخب مصر الأول للكرة الطائرة، وطبعاً إحنا في انتظار دائماً وأبداً كل الإنجازات اللي بيحصل عليها لاعبونا في الرياضات الأخرى سواء بقى فردية أو كمان رياضات الجماعية. الحياة كرة اليد المصرية وفي الفترة اللي فاتت خلتنا كده سقف طموحاتنا يعلى، ودائماً نكون في انتظار المزيد من التألق لكل الرياضات الجماعية. في الوقت الحالي إن شاء الله هنكون منتابع على شاشة قناة تايم سبورتس إذاعة لبطولة العالم للكرة الطائرة للرجال، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. النهارده انطلقت اولى مباريات منتخبنا الوطني لكره الطايره الرجال، واللي فاز على نظيره الاسترالي بنتيجه 3 اشواط لشوط وحيد في اولى مواجهاته في بطوله كاس العالم في اليابان. وجاءت نتائج الاشواط على النحو التالي: 25-22، 21-25، 25-23، و25-18 في مباراه اكيد استمتعنا بيها وبمشاهدتها على شاشه قناه تايم سبورتس. كانت بعثه منتخبنا قد وصلت صباح اول امس الى مدينه ناغاناو اليابانية استعدادا لانطلاق منافسات المونديال، وخاض المنتخب معسكر مغلق بهيروشيما في اليابان منذ يوم 21 سبتمبر من أجل ضبط الساعة البيولوجية للاعبين. وبيخوض منتخبنا تاني مواجهاته الساعة 4 فجر غد الأربعاء أمام إيران. وبتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، حيث يلتقي منتخب مصر مع جميع المنتخبات المشاركة في المنافسة، حيث يستكمل منتخب الفراعنة الأربع مواجهات اللي جاية في مدينة ناغاناو أمام إيران والبرازيل وكندا وروسيا يومي 2/4 و5 و6 أكتوبر على التوالي. وبتعود البعثة إلى هيروشيما مرة أخرى، واللي شهدت معسكر إعداد للفراعنة للمونديال من أجل استكمال مشوار البطولة أمام كل من إيطاليا وبولندا واليابان وتونس والأرجنتين وأخيرا أمريكا في أيام 9، 10، 11، 13، 14، و15 من نفس الشهر الحالي. بعثة منتخبنا بتضم 14 بطل، وهم احمد صلاح، هشام يسري، وعبد الله عبد السلام، وحسام يوسف، احمد ضياء، احمد سعيد، عمر تايسون، منصور محمد، محمد عادل، محمد محسن، رضا شبل، عبد الرحمن سعود، محمد رضا، احمد عبد العال. وكمان بيضم الجهاز الفني والاداري والطبي 6 افراد، وهم الهولندي جيدو مديرا فنيا، احمد عاشور مدربا، والدكتور احمد سعودي طبيبا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي، ورجب قطب محللا، والكابتن شريف الشمرلي مديرا للمنتخبات الوطنيه. طبعا بنامل كل التوفيق لبعثه منتخبنا الوطني المتواجده حاليا في اليابان باذن الله، كل التوفيق ليهم. واكيد فتره الاعداد كانت مهمه، البطوله صعبه، وكمان لما كان لينا الفرصه نتكلم مع الكابتن شريف الشمرلي كان معانا في شاشه قناه تايم سبورتس، كان بيتكلم عن صعوبه البطوله ديت، كون ان كل منتخب هيلعب كل المنتخبات ودي طريقه البطوله في هذه النسخه منها في كاس العالم، فده كمان بيكون بيحط المزيد من الضغط الجسدي والبدني على اللاعبين. ان شاء الله يكونوا موفقين وقادرين يتعاملوا مع كل مباريات كده بنفس الثقه، ويكون النهارده انطلاقه لمزيد من عشان نطمن بشكل اكبر عن بعثه منتخبنا الوطني بنضم الينا الكابتن احمد عبد الدايم رئيس بعثه منتخبنا الوطني للكره الطايره في اليابان. مساء الخير على حضرتك يا كابتن. مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين قناه تايم سبورتس. في البداية حابة أبارك لحضرتك انطلاقة موفقة، يعني كلمنا كده عن الشكل اللي ظهر بيه منتخبنا في معسكره قبل انطلاقة البطولة، وإلى أي مدى أنتوا راضيين عن ظهوره الأول بقى في المنافسات الرسمية؟ يعني في البداية الحمد لله على الفوز النهاردة. دي مباراة كانت مباراة يعني طربت البداية لمنتخب مصر كأس العالم، لكن الحمد لله كانت مباراة رائعة، اللعيبة أدوا مباراة أكثر من امتياز، نفذوا كل تعليمات المدير الفني الهولندي. يمكن المعسكر اللي اقيم في اليابان قبل البطوله كان ليه الاثر في ايجابي اكيد طبعا اللاعبين سواء من ناحيه البيولوجيه او من ناحيه الاعداد البدني. لعبوا 3 مباريات مع المنتخب مع فرقه اليابان بطل الدوري الياباني، كسبنا مباراتين وخسرنا مباراه، على الرغم ان كان في يعني بعض اللاعبين الغايبين على المنتخب، لكن الحمد لله خبره الشباب والخبره الخاصه بالقدامى وروح الشباب
النهارده كانت مباراه يعني اكثر من رائعه، ادى فيها المنتخب يعني سيمفونيه للكره الطائره الافريقيه والمصريه. الحمد لله حصلنا على 3 نقاط في اول بدايه المباراه. طب كده نحاول معاودة الاتصال بحضرتك مرة تانية، ولكن بكل تأكيد ألف مبروك لبعثة منتخبنا الوطني، وإن شاء الله يكون في استكمال لسلسلة انتصاراتنا، بطولة مهمة ولكن كلنا أمل بإذن الله نوصل فيها لأبعد مسافة ممكنة، وأكيد المنافسة مش سهلة مع كل المنتخبات الكبرى في عالم الكرة الطايرة اللي ليهم باع كبير جدا، ولكن بإذن الله نقدر نكون موفقين في الفترة اللي جاية. أكيد دي لقطات على الشاشة من مباراة النهاردة اللي كان بياخدها منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب أستراليا، قدرنا نتفوق عليهم ب3 أشواط مقابل شوط واحد. بكل تأكيد الانطلاقة بتكون مهمة، بنحط رجلينا على أرض صلبة بشكل أكبر، بنحصل على 3 نقاط أكيد مهمة وبتحسن من موقفنا بإذن الله في البطولة. بنأمل إن شاء الله نكون في استكمال لسلسلة انتصاراتنا، منتظرين الكثير الحياة من كل الأبطال، وكمان فكرة المعسكر اللي كان قبل انطلاقة البطولة في نفس البلد اللي بينظم البطولة واليابان، وأكيد فرق التوقيت والساعة البيولوجية من النقاط اللي كانت مهمة جدا إن يتم الاعتماد عليها وتكون مأخوذة في الحسبان علشان اللاعبين يقدروا إن هم يكونوا بياخدوا قسط النوم وقسط الراحة بالشكل الجيد. ان شاء الله يكون ده كمان من النقاط اللي تاثر بشكل ايجابي على بعثه منتخبنا الوطني ولاعبينا. بتعود مره ثانيه لنا يا كابتن احمد، اتفضل استكمل كلامك. لا الحمد لله يعني النهارده الفرقه قعدت مع عليها، واحنا ان شاء الله عندنا بكره مباراه مهمه مع ايران. احنا يعني الفرقه استعدادها كان كافي، واحنا رافعين على المستوى الفني والنهارده، والحمد لله يمكن منتخب استراليا مصنف ثاني اسيا، لسه كان بيلعب نهائي مع ايران في اسيا وحصل على المركز الثاني، فده من ضمن الفرق المتميزه، والحمد لله ان احنا قدرنا النهارده ناخد 3 نقاط بالله في كاس العالم اللي ان شاء الله يعني نظامه طبعا انت عارفين واتكلمت عليه من شويه، في 5 مباريات هتلعب الاول وبعدين 3 ايام راحه، هتنقل في مدينه ثانيه هيروشيما، يبدا الدور الـ5 فرق التانيين مباريات. طب كابتن احمد حابب اسال حضرتك، يعني نظام البطوله دوت والضغط المباريات، هل ده تم اخذه في الحسبان برضه في فتره الاعداد؟ لان واضح جدا ان دي هتكون حاجه مرهقه، والسفر طبعا من اليابان حتى المدن هتكون بعيده عن بعضها، يعني برضه كلمنا عن الاستعدادات لمثل هذه التحامات في المباريات وكلها مباريات قويه. يمكن النهارده احنا المباراه كانت الساعه 11 الصبح في توقيت اليابان 4 الفجر في توقيت القاهره، المباراه انتهت، الفريق شاهد شوط من مباراه ايران وروسيا، وطبعا بيرجع في الجهاز الطبي جاي مستشفى للعيبه. و طيب احنا اكيد حابين نشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن احمد عبد الدايم رئيس البعثه الوطنيه لمنتخبنا الوطني للكره الطايره من اليابان، كل التوفيق اكيد وكل دعواتنا ليكم، واكيد هتكون في متابعه خاصه لكل المباريات اللي هياخدها منتخبنا الوطني في بطوله او كاس العالم للكره كرة الطايرة. نروح للسلة، مباراة السوبر المصري واللي أقيمت امبارح على صالة الشباب والرياضة في مدينة 6 أكتوبر وجمعت ما بين نادي الزمالك بطل الدوري ونادي الجزيرة بطل الكاس، وانتهت بتتويج الجزيرة باللقب بعد الفوز بنتيجة 93-83، وشهد الشوط الأول تفوق الجزيرة على الزمالك بنتيجة 30-24، خلال الشوط الثاني وصل كمان الجزيرة تفوقه على الزمالك بنتيجة 46-40، أما في الشوط الثالث فأكمل الجزيرة تفوقه على الزمالك بفارق 7 نقاط بالوصول إلى النقطة 69 مقابل 62 نقطة، واختتم اللقاء في الشوط أو اختتم اللقاء في الشوط الرابع بتفوق الجزيرة بنتيجة 93-83. بهذا الفوز بيتوج الجزيرة بلقب السوبر للمرة الخامسة في تاريخه ليتصدر قائمة الأكثر تتويجا به المباراة. طبعا شهدت لفتة رائعة من اتحاد السلة واللي قام بتكريم الكابتن مدحت وردة أسطورة كرة السلة بين الشوطين. أكيد إنجاز كبير لكرة السلة في نادي الجزيرة، مش حاجة بعيدة، دايما بنشوف كرة السلة في نادي الجزيرة قريبة وبتتنافس دايما في الدوري وكمان في الكاس وفي كل البطولات. أكيد حابين نبارك لهم بشكل أكبر عن مستقبل كرة السلة في نادي الجزيرة بشكل أكبر. بينضم إلينا الكابتن محمد الكرداني مدير الفني لنادي الجزيرة للسلة. مساء الخير على حكي يا كابتن وألف مبروك. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بنبارك لحضرتك.
الله يبارك حضرتك، شكرا جدا. طيب كلمنا كده عن كواليس هذا اللقاء. نادي الزمالك الحقيقه في كره السله دايما ليه باع كبير جدا، ولكن كره السله في نادي الجزيره بقت سايبه بصمتها بشكل كبير جدا، وكمان البصمه مستمره من موسم لموسم، مش بيبقى موسم استثنائي ان التواجد على القمه والمنافسه لاخر ادوار الدوري او حتى كمان الوجود في الكاس لاخر الادوار. كلمنا عن كره السله في نادي الجزيره بشكل عام والتعامل معها، وان هي دايما محطوطه في الحسبان ان هي تكون بتتنافس مع الكبار. طبعا يعني تاريخ نادي الجزيره حقيقة على مر الاجيال من سنه 1950 من زمان خالص، وحتى لسه في من كام يوم كان في احصائيه طالعه بعدد الدوري المظبوط من زمان، من اول ما انشئ اتحاد الباسكت في الاربعينات والخمسينات نادي الجزيره متصدر. يعني نادي الجزيره طبعا في 27 بطوله دوري، يجي ورانا نادي الزمالك ب 15، وبعد كده الاتحاد والاهلي. اجمالي البطولات بتاعت نادي الجزيره برضو احنا متصدرين ب 40 بطوله اجمالي، سواء دوري او كاس او سوبر او مرتبط او بطولات عربيه او افريقيه. فنادي الجزيره مش موضوع ان احنا دلوقتي بنكسب او على منصات التتويج، دايما متواجدين بالظبط. يعني هو حتى الرياضه الاهم في نادي الجزيره، حضرتك عارفه كمان احنا ما عندناش كره قدم، فدايما بيبقى اهتمام مجالس الاداره المختلفه كلها دايما بيبقى في الباسكت، وطبعا مجلس اداره كمان الموجودة بيبقى فيه بطولات كتيره، فلازم المدرب يبقى واخد باله من الاحمال، امتى الكيرف يطلع وامتى ينزل، بيبقى حدد دايما التارجت بتاعته اللي يبقى في الوقت ده عايز يبقى الفرقه في البيك في اعلى فورمه بالنسبه له. احنا بالنسبه لنا الاعداد كان مركزين على حاجتين في الفترة اللي هي اللي احنا فيها دي، كنا مركزين على ماتش السوبر، وكمان ثلاث اسابيع ان شاء الله الدوري هيتوقف لان احنا والاتحاد السكندري هنسافر المغرب عشان نلعب بطولة العربية للاندية. فدول اللي كانت التو تارجت بتوعنا او الهدفين بتوعنا. لا كان في بطولة مصر الدولية من اسبوع 10 ايام، بطولة ودية اشتركنا فيها، كانت بمثابة الاعداد لماتش السوبر. عملنا اربع خمس ماتشات وديين كويسين استفدنا منها، لعبنا ماتش السوبر وربنا وفقنا الحمد لله وكسبنا نادي الزمالك وقدرنا نحصل على اللقب. هنشتغل كمان ثلاث ايام في بطوله المرتبط هتبتدي، لكن هتتوقف بعد اسبوعين ثلاثه عشان زي ما قلت لحضرتك هنلعب احنا والاتحاد البطوله العربيه في المغرب، وده هيبقى ثاني تارجت بالنسبه لنا ان احنا طبعا احنا هنمثل مصر في البطوله دي، نحاول نوصل لابعد مركز ممكن ونشوف ان شاء الله هنوصل لحد. طب كابتن محمد فرصة أسأل حضرتك، يعني في الوقت الحالي وإحنا متابعتنا للرياضات الجماعية بنشوف اللي بيقدر يوصل لأبعد نقطة اللي بيكون عنده مزيج من الخبرات والشباب في نفس القائمة، فكرة إن النتائج مرتبطة ببعض وإن عشان فريق يفوز ببطولة الدوري في كرة السلة في مصر لازم يكون كمان عنده ناشئين بيفوزوا هم كمان بالبطولات، أعتقد دي منظومة تخلينا في المستقبل نبقى ضامنين إن دايما هيكون عندنا كوادر مختلفة وفي أعمار مختلفة في كرة السلة. اه طبعا كلام حاجة مظبوط، بس خليني برضه اوضح حضرتك ان بطوله الدوري المرتبط بطوله السوبر، يعني هو اتحاد الباسكت فاصل بين الدوريين، دوري في المرتبط اللي حضرتك بتقولي عليه اللي بيبقى نتائج فريق مرتبطه ببعض بالظبط. او السنه دي هيبقى مع 18 سنه في الفريق الاول، طبعا بتبقى بطوله منفصله تماما، واللي بيكسبها بيبقى اسمه بطل الدوري المرتبط، لكن بعد كده الدوري العام او الدوري الرئيسي او ده حاجه مختلفه، بيبقى نتائج الفرق الكبيره بس. لكن طبعا هو اتحاد الباسكت بالزبط عامل نظام بطوله الدوري المرتبط بقاله اكثر من 16 سنه عشان الاهتمام بقاعده الناشئين، عشان زي ما حضرتك بتقولي دايما يبقى اجيال بتسلم اجيال، وبيبقى العائد على منتخب مصر دايما في الناشئين تحت 16 سنه و18 سنه، الانديه تبقى مهتمه وجايبه مدربين كويسين، والولاد على طول بيلعبوا الماتش مثلا بتاعهم الساعه 4 بيشوف فريق درجه اولى بعديه بيلعب الساعه 6، فدايما بياخدوا خبرات، فطبعا حاجه كويسه من اتحاد الباسكت. اكيد التصعيد عندكم في نادي الجزيره بيكون بشكل فيه باستمراريه يا كابتن؟ اه والله، يعني انا شخصيا لما كنت بنلعب انا صعدت وانا عندي 17 سنه، فانا من اكثر الناس اللي بؤمن بالموضوع ده، وانا عندي اولاد مصعدهم من فرقه ال 18 وعندي اولاد مصعدهم من فرقه ال 20، لان لازم حضرتك حتى لو كانت هتبقى نسب مشاركاتهم في الماتشات مش كتير، لكن يبقى واخد الاجواء وبيتمرن وعارف الاحتكاك عامل ازاي وشايف الصوره فوق عامله ازاي، عشان لما يجي الوقت بتاعه انه يبقى متسجل رسمي في القايمه ما يبتديش لسه يبقى الاجواء دي غريبه عليه. وبنحاول نديهم ماتشات وديه كتير، بنحاول لو الماتشات بتبقى بالنسبه لنا ماتشات في اوقات مثلا مع فرق مش مستوانا قوي احنا اعلى بكتير، نديهم برضو بعض الدقائق نقدر نتفرج عليهم ونشوفهم عاملين. طب حكي يا كابتن من نجوم مصر في كره السله، يعني فرصه اسال حضرتك بوجود المنظومه ديت وبتتكلم على مدار 16 سنه من اجل الوصول لافضل شكل ممكن ان يكون عندنا قوام دايما قوي لمنتخبنا مثلا الوطني لكره السله، بتشوف ايه اللي ناقص ان احنا نكون بنتنافس بشكل اكبر على الصعيد العالمي مش بس الافريقي او العربي؟ والله هقول لك حاجه، بالنسبه لنا شويه يعني في الباسكت الاول قبل ما نروح لنقطه العالمي، خلينا الاول بس بقى لنا سنين كتير ما خدناش بطوله افريقيا، احنا في سنه يمكن تاهلنا مره واحده في كاس العالم في 2014 في اسبانيا، كاس العالم اللي فات احنا ما تاهلناش،
فاحنا الاول بس عايزين نرجع في افريقيا. طب ايه اللي حصل في افريقيا؟ ليه بقى في ناس سابقانه؟ احنا بص احنا على مستوى الناشئين منتخبات ال 16 وال 18 غالبا بنبقى يا اول يا ثاني في افريقيا، وبالتالي غالبا بنوصل لكاس العالم. فاحنا على مراحل الناشئين ما عندناش مشاكل الوصول لكاس العالم دايما، يعني ممكن جيل ما يوصلش جيل وبعديه يوصل على طول. الكبار الموضوع بس بيبقى محتاج، اعتقد انه محتاجين نثبت مدرب فتره طويله شويه، يعني نجيب الاتحاد المصري كره السله يختار مدير فني يثبت لمده 3 سنين 4 سنين، يطلب منه تارجت. والحاجه الثانيه محتاجين طبعا الاعداد يبقى فيه زياده من عدد المباريات الدوليه الخارجيه مع منتخبات وطنيه قويه، سواء في اوروبا او في اسيا او في افريقيا. ان الاحتكاك انا بشوف انه مهما كان الدوري قوي او مهما كان ان الاتحاد المصري بيوفر معسكرات داخليه او تمارين هنا، مش زي لما حضرتك تقدري لازم كل سنه نلعب لا يقل عن 15 ل 20 ماتش دولي ودي مع منتخبات. هو الموضوع ده اللي مع الوقت بيقدر المستويات تتطور ان شاء الله باذن الله. طيب بس احنا نقدر، عندنا اجيال كويسه دلوقتي في المنتخب الكبير. ان شاء الله ربنا يوفق المدير الفني القادم للمنتخب الوطني، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه. طيب اخيرا يا كابتن، يعني بنشوف فتره الوقت دوت، واعتقد نادي الجزيره هيكون عنده من العلاقات والتواصل مثلا مع انديه في الخارج، مع رجال اعمال في الخارج، ممكن يكونوا بيوفروا فرص احتراف، معايشه، سكولرشيبس للاعبين مثلا اللي عندهم الموهبه ان هم يكونوا بيسافروا ليهم مشاركات مثلا مع انديه في الخارج. اعتقد دي برضو من النقاط اللي لو تم الوقوف عليها مع كرة السلة في مصر ممكن برضو تؤتي بثمارها في المستقبل على المنتخب الوطني. فين ده بقى؟ اكيد طبعا، يعني اكيد لك يعني الحاجات المعايشات والحاجات، يعني انا مثلا على مستوى الشخصي كنت لسه راجع مع منتخب اسبانيا بطل العالم في كاس العالم، كنت عامل معايشه معاهم على مستوى الشخصي لوحدي مع منتخب اسبانيا. كنا لسه في الصين ومنتخب اسبانيا كسب كاس العالم، كنت معاهم حوالي شهر ونص. لو حضرتك تتكلمي على النادي انه يعمل حاجات زي بروتوكولات او تعاون او كده، مش موجوده شويه. يعني فكره برضو لحد بتعرضيها، فكره كويسه نحاول نقدر نفكر فيها، لكن دايما بيبقى معسكر خارجي من النادي، يا اما في دوله افريقيه يا اما مثلا نطلع اليونان دوره متقدمه في باسكت، صربيا، حاجات كده بتبقى بس مجرد ماتشات وديه. لكن انه يبقى بروتوكول بين مثلا نادي الجزيره ونادي اكس في حته في اوروبا، يعني ما فيش للاسف التجربه دي، بس الفكره حاجه تقوليها يعني كويسه، ويا ريت ان شاء الله باذن الله نقدر نطبقها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكابتن محمد الكرداني مدير الفني لنادي الجزيره لكره السله، الف مبروك لحضراتكم، وان شاء الله كده نشوف النسخه الجايه من الدوري قويه وفيها تنافس كبير. بنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا من السله والطايره، خلونا برضو نروح لتقرير عن بطوله الجمهوريه للريشه الطايره، وبعد هذا التقرير هنطلع لفاصل وهنعود مره ثانيه لاستكمال اخبارنا. خليكم معانا. الحمد لله اللعيبه اللي هي كسبت النهارده، احمد بنساوي اخذ اول، وعندي نور يسري اخذت اول، وملك باسم اخذ الثالث. دول طبعا بيمثلوا منتخب مصر تحت 17 سنه، وفي نور وملك بيمثلوا منتخب مصر عمومي. الحمد لله ان احنا بنستعد للبطوله دي دايما، يعني من قبلها بثلاث او اربع شهور بنبقى مجمل الاتحاد بيبدا ينزل الجدول، بنعمل حسابنا ونظبط البرنامج بتاعنا على البطوله دي على طول. الحمد لله النهارده حققت اول جمهوريه تحت 17 سنه نادي هليليدو، والحمد لله النهارده حققت اول جمهوريه تحت 17 سنه. انا حاليا بلعب في المنتخب العمومي وبلعب في منتخب تحت 19 سنه وتحت 17. استفدت خبره وازاي اعرف اهدى وكده، والحمد لله اتمرنت كويس قبل البطوله مع مدربي كابتن كشكل وكابتن كريم، والحمد لله يعني، وماما وبابا على طول كانوا بيشجعوني يعني وكده، فالحمد لله عملت حلو. البطوله كانت صعبه يعني، مش سهله، ما فيش ولا ماتش سهل، كله في لعب ومش فيش حاجه سهله يعني، مش حاجه سهله، والماتشات كلها كانت يعني 1 باي 1، مفيش ماتش كان سهل. الحمد لله جبت مركز تاني الحمد لله. النهارده البطوله بدات من 64، بكسبت في ال 64 32 لغايه ما وصلت الفاينل، وكسبت الحمد لله الفاينل. طبعا خبره الحمد لله تاني سنه اخدها، فطبعا اسمك بيزيد وان انت خبرتك وبتاع، وطبعا بتفرق معاك في المنتخب والسفريات والحاجات دي. اصعب ماتش لعبته كان مع منى اشرف اللي في الزهور، اللي هو ماتش دور الثمانيه. ان شاء الله عايزه اجيب احقق حاجه في بطوله مصر الدوليه، وعايزه اخش منتخب في بطوله الافريقيه الجايه ان شاء الله. الحمد لله على مستوى المنتخبات السنه دي محققين
نتائج جميلة في دورة الألعاب الأفريقية اللي فاتت وعلى مستوى الناشئين في بطولة البحر العربي المتوسط، وعاملين نتائج الحمد لله كويسة، ونأمل إن شاء الله إن نحافظ على اللعيبة الصغيرين لينا، ونحاول إن احنا نعمل لهم معسكرات خارجية واحتكاكات مع آسيا، إن ده طبعا بينعكس على مستواهم جامد. كل ما لعيبتنا تحتك بلعيبة آسيا في معسكرات خارجية هيعمل طفرة في المستوى بتاعهم يعني. جدد الترحيب اكيد بحضراتكم، والنهارده اكيد هنتابع على مدار اليوم على مدار الايام اللي جايه تاني ايام او تاني جولات الدوري المصري الممتاز موسم 2019 2020. عايزين نطمن بشكل اكبر عن موقف نادي الزمالك، ايه ممكن تكون تفاصيل تانية غايبه عن انظارنا متعلقه بهذه القضيه. بنضم لنا دكتور طارق الادور الناقد الرياضي. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا مان. اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين. طيب حضرتك يعني اتكلمتنا امبارح وكنا مع حضرتك متابعه نفس القضيه مباراه نادي الزمالك وجينيراسيون فوت، وقلت ان المفترض ان القرار والبت الاخير في هذا او في هذه المباراه والقرار النهائي كان هيكون امبارح، تاجيل لحد يوم 8 اكتوبر. هو طبعا القرار اتاجل لغايه يوم 8 اكتوبر، والسبب واضح وصريح، هو ان قرر الاتحاد الافريقي ان يكون الدور الاكبر في التصويت على هذه القضيه للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي، اللي هيعقد اجتماعه قبل يوم واحد من اجراء قرعه دوري المجموعات. انت عارفه ان السلطات الحاكمه في الاتحاد الافريقي اعلاها هي اللجنه التنفيذيه او المكتب التنفيذي، لان ده بيضم رئيس الاتحاد الافريقي احمد وكل نواب رئيس الاتحاد الافريقي، فطبعا هو الجهه الاعلى في التصويت على اي قرارات. طبعا اي قرارات من هذه الجهه بتبقى خلاص شبه معتمده من مجلس اداره الاتحاد الافريقي اللي هو البورد اللي بياخد القرارات بشكل نهائي. بالنسبه لاي قرار يخص بطولات الانديه فايضا لازم التصويت عليه من قبل لجنه الانديه اللي هي بيسموها الانتر كلاب كومبيتيشن. دي عناصرها يعني كم عنصر بيكون بيصوت؟ اصل دي قضيه كبيره يعني ممكن ان تكون بتعتمد على اصوات واراء مختلفه وكل حد له وجهه نظر، اعتقد برضو دي مش حاجه سهله. مظبوط، بس انا هقول لك المكتب التنفيذي عدد اعضائه حوالي 16 عضو، انما لجنه الانديه بتضم اعضاء من الاتحاد الافريقي وتضم اعضاء من لجنه الاعلام وبعض الخبراء، فهي عددهم اكبر شويه، عددهم فوق ال 20 يعني فوق ال 20 شخص اللي هم في لجنه الانديه. انت لو تلاحظي مثلا ان في لجنه ان احيانا يحصل مشاكل في ماتش، زي مثلا ان الجمهور يرمي صواريخ او شماريخ او حاجه كده، وبتلاقي بعديها بكام يوم يحصل عقوبه مثلا 50,000 دولار على الفرقه ديت او حرمان اللاعب ده من مباراتين او كل القرارات دي بتتاخد ازاي؟ عن طريق لجنه الانديه. لجنه الانديه لها سلطه انها تاخد القرارات وبالتمرير يوافق عليها المكتب التنفيذي او مجلس اداره الاتحاد الافريقي، بالتمرير يعني مش معقول هيعملوا كل كم مباراه يتلعبوا، هيعملهم مجلس اداره، فبالتمرير كده لجنه الانديه تبعت القرار يتبعت على طول بالايميل كده الى كل اعضاء المكتب التنفيذي واعضاء مجلس الاداره، فيجاوبوا بنعم او لا، وعلى طول يتخذ القرار تلاقي ثاني يوم صدر واعلن رسميا في الاتحاد الافريقي. فهو طبعا التاجيل ده بسبب ايه؟ ان هم كانوا مش عايزين ياخدوا القرار بالتمرير، لا ده هو في قرعه اي قرعه لبطولات افريقيا الانديه، سواء القرعه الاولانيه اللي هي بتاعت الادوار التمريريه او قرعه اللي هتتعمل ديت اللي هي قرعه دوري المجموعات، وبعد انتهاء دوري المجموعات كمان في قرعه دور الثمانيه اللي هي القرعه القادمه هتبقى قرعه دور الثمانيه. دايما بيعقد قبلها بيوم او في نفس يومها الصبح اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي ومعاه طبعا لجنه الانديه.
عشان طبعا هم اللي يبقوا مشرفين على العمليه دي. طيب هو وجد الاتحاد الافريقي ان ليله القرعه هيكون موجود المكتب التنفيذي فيعملوا الاجتماع ويعقدوا ويصدروا القرار بتاعهم قبل طبعا موعد اجراء القرار. طيب القرار يا دكتور ممكن يكون بيتضمن اعاده المباراه بشكل عام ولا لازم يتم تصعيد فريق على حساب الاخر، خصوصا كمان بنتكلم مع ضيق الوقت لان ثاني يوم على طول مباشره هتكون القرعه. انت لمست نقطه مهمه جدا، هي سرعه اتخاذ القرار ازاي وبالذات بشان اعلان الفائز من هذه الجوله، لان السبب الاكثر عمقا يعني في تحديد هذا الفريق قبل القرعه ان في فرق كبير قوي بين ان الزمالك هو اللي يصعد وجنراسيون فوز هو اللي يصعد. الزمالك لو صعد هو تصنيفه الخامس وبالتالي هو في المستوى الثاني، يعني بعد الفرق الاربعه اللي هي في المستوى الاول اللي هي ضمنها طبعا النادي الاهلي ومعاهم الاهلي ومعاهم الترجي ومعاهم الوداد، دي الاربع انديه اللي هتكون موجوده في المستوى الاول. الزمالك خامس التصنيف فهيبقى في بدايه المستوى الثاني على طول. طبعا ايه المشكله؟ ان جنراسيون فوز ما عندوش ولا نقطه في السنوات الخمسه الاخيره اللي بيجري عليها التقييم، يعني دايما تقييم الانديه بيتم من خلال نتائج الانديه في السنوات الخمسه الاخيره، يعني 2015 و16 17 18 ثم السنه دي 19 اللي هي البطوله اللي انتهت بفوز الترجي. فبيتاخد الخمس بطولات دول في الاعتبار بنقاط نسبيه، يعني نقاط السنه الاخيره تتضرب في خمسه، نقاط السنة اللي قبلها تتضرب في أربعة، اللي قبلها في اثنين وهكذا لغاية سنة 2015 دي نتيجتها أو النقاط بتاعتها تتضرب في واحد عادي. فجنراسيون فوز ما عندوش ولا نقطة لأنه عمره ما وصل للدور ثمانية ولا عمل أي نتيجة إيجابية، فبالتالي جنراسيون فوز هيبقى مصنف رابع. فما ينفعش تتعمل قرعة أقول فيها إيه مثلا فلان وفلان وفلان والزمالك أو جنراسيون فوز لو تقرر بالظبط، فهو لازم هيتم الحسم، فكده أوبشن إن يكون في مباراة ده خلاص ما بقاش اصلا مطروح، مباراه اعاده لازال مطروح وليها طريقه يعملوا بيها. ليها طريقه ان هو لو صعد جنراسيون فوز هيتحط مثلا في المستوى الرابع في المجموعه دي، اما لو صعد الزمالك فهيتحط في المجموعه دي ويحصل كده. طيب هو اللبس برضه عشان يكون الامر واضح، اللبس في حته واحده بس الحقيقه انا كتبت عنها قبل الـ 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 قبل ما تقع الفاس في الراس زي ما بيقولوا خالص، يعني قبل ما يحصل المشكله ديت بيومين كاملين انا كتبت قلت المشكله اللي هي هتكون موجوده في الفتره القادمه هي صلاحيه لفظ حاله الضروره القصوى اللي هي الفورس ماجير اللي على اساسها يتم تاجيل مباراه طالما مرت فتره ال 10 ايام قبل المباراه، يعني طالما كان في 3 4 ايام 5 ايام والقرار صدر. طيب انا هقف مع حضرتك هنا، يعني لما حد بيجي يحلل كده الحاله او الموقف بتاع القضيه بالنسبه لنادي الزمالك وجنراسيون فوت بيلاقي نادي الزمالك واقف على ارض صلبه وايضا الفريق السنغالي واقف على ارض صلبه، من وجهه نظر حضرتك مين الطرف الاقوى ما بين الفريقين؟ نادي الزمالك يعني بالورقه والقلم هو ماشي مع خطاب الاتحاد الافريقي لكره القدم، هو كان حاطط استاد برج العرب كاخر الاختيارات بعد استاد القاهره واستاد بتروسبورت، الجهات الامنيه دي من النقاط اللي بيتم اعتمادها من الكاف، ولو جهات امنيه داخل بلد بيستضيف مباراه بيفضل الملعب على الاخر بيتم خلاص اعتماد الملعب الجهات الامنيه بترشحه. في المقابل الفريق السنغالي فعلا الخطاب ان يكون واصل بملعب المباراه والمدينه اللي هتستضيفها المباراه بيكون قبلها ب 10 ايام، فدي كمان من النقاط اللي كان بيفتقدها نادي الزمالك مع انتقال المباراه لملعب اخر، مين موقفه اقوى من وجهه نظر حضرتك؟ تمام، سؤالك ده وجيه جدا وسؤال مهم جدا. اللي انا عايز اوصلك ليه نقطه واحده عشان انا برضو ايه اما كتبت حتى عن هذه القضيه او في المداخلات كلها الناس بتفتكر ان احنا بنتكلم من وازع إن اما وازع ان احنا مساندين للزمالك او في يبقى شيء غريب جدا ان انا بشوف كده ان في ناس بي 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 مثلا من المنتمين الاهلي حاسين ان هم عايزين القرار العكسي، لا الكلام ده ملناش دعوه بيه، احنا كاعلام لا يجب ان نتحدث باللوائح فقط. كل اللي انا بتكلم عنه دلوقتي ده واحتمالات هل تعاد المباراه ولا يتم احتسابها لصالح نادي الزمالك ولا يتم احتسابها لصالح جنراسيون فوز ولا اي قرار بناء على معطيات يعني مش اكتر بناء على معطيات، انما برضه بناء على نقطه ثانيه ان الزمالك ليس طرف في هذه القضيه مطلقا، يعني الزمالك من الالف الى الياء هو مش طرف في القضيه دي، مش هو يعني اللي سواء القرار جه كده او جه كده هو طرف في القضيه، الزمالك عنده مستند قوي جدا ان الاتحاد الافريقي وافق على والحكم كان متواجد
والحكم كان مدرب، ما هو كمان وجود الحكم، وجود المراقب المباراه، وفي الملعب الجديد اللي هو تم تحديده من قبل الاتحاد الافريقي، وفي الميعاد الجديد اللي هو تم تحديده من قبل الاتحاد الافريقي، دي نقطه تساند الزمالك جدا، وموقف الزمالك فيها قوي جدا. لكن هي المشكله في ايه؟ المشكله ان جنراسيون فوت دخل في حته ثانيه لائحيه بحته، اللي هي ان تعديل اي مباراه طالما خلال بعد انقضاء فتره ال 10 ايام من المباراه لابد ان يكون فقط تحت الفورس ماجير، اللي هي حالات الضروره القصوى او حالات اللي هي الاضطراريه العنيفه جدا اللي هي تسبب نقل المباراه. في ناس كتير سالوني في النقطه دي، على مدى الفتره اللي احنا كان عندنا شويه كده عدم انتظام في الملاعب بتاعتنا وعلى اللي هي الخمس ست سنين الاخيره، حصل كتير قوي ان بعض المباريات بتحول مسارها من ملعب الى ملعب قبل المباراه مثلا بخمس ايام. حصلت مع الاهلي والزمالك والاسماعيلي كتير قوي اتنقلت مباريات طبقا لمعطيات مثلا ان الامن قال لا نتعامل المباراه هنا او كده. طب ازاي حصل دوت من غير المشكله دي؟ اسالي انت ليه حصل؟ حصلت حوالي خمس مرات في الخمس ست سنين الاخيره، خمس مرات مثلا ان ملعب المباراه اتغير قبل المباراه مثلا بخمس ايام بس. ما في خطاب الفيفا يا دكتور مستندين على ان في ثلاث مباريات في الدوري المصري اتلعبوا في القاهره في نفس التوقيت ده تقريبا، بغض النظر بقى ان هم انديه ما كانش فيه جماهير، بس يعني هو دي برده من الثغرات اللي بيتكلموا فيها. ما انا هقول لك بقى، انا جاي لك في النقطه دي، ليه في المرات اللي فاتت ما حصلتش المشكله دي؟ سيمبلي كده او ببساطه شديده ان النادي اللي كان معني بالامر ساعتها بيقولوا له والله لازم يكون موافقه الطرفين، احنا عايزين المباراه ديت، والله مثلا فريق اتحاد العاصمه من الجزائر، فريق مازيم من كوركو، عندك مشكله ان تتنقل المباراه من هنا لهنا؟ هو جاي يقول لا مش فارقه معاه، ما عنديش مشكله فتتلعب المباراه، يعني بمعنى ان رغم ان 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 قانونا المباراه ما يتغيرش ملعبها، ورغم ان قانونا المباراه قبلها بعد انقضاء فتره 10 ايام لا تتغير الا في حاله الضروره القصوى، لو كان جيناتشون فوت وافق مفيش ادنى مشكله، كانت المباراه الامور تمت. طب دكتور طارق، يعني هو سؤالي حضرتك من وجهه نظرك كناقد رياضي، مين ممكن يكون الطرف الاقوى في الوقت الحالي، الزمالك ام جيناتشون فوت؟ الرد مش قاطع، لكن الرد هقول لك عليه في جملتين. الرد القاطع ان بالمستند اللي وصل للزمالك، الزمالك حالته اقوى. بس ان شاء الله بيكون الزمالك هو باذن الله بعد اجتماع يوم 8 اكتوبر هو باذن الله يكون المتاهل لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الادور الناقد الرياضي. اكيد قضيه الزمالك وجنراسيون فوت هتكون هي حديث الساعه على مدار الايام اللي جايه ان شاء الله، لحد ما يكون رسميا بيتاهل نادي الزمالك الى الدور القادم او دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. من نادي الزمالك نستكمل بقيه اخبارنا ومنتخبنا الوطني، اكيد كلنا اعيننا واذهاننا متجهه نحو منتخبنا الوطني، وبعد اعلان القياده الفنيه الكابتن حسام البدري، وبعد كمان المتلاحقه مع ناديه، وايضا الاطلاع على برنامجه التدريبي، وطبعا كمان على مدار الايام اللي فاتت كنا بنسمع انباء كانت جيده جدا واسعدت الكثيرين من اللي بيحبوا الكوره وبيحبوا محمد صلاح وبيقدروا صلاح ككابتن لمنتخبنا الوطني، اكيد قيمه كبيره جدا هو يستاهلها، واحنا اكيد هندعمه هو وكل النجوم اللي هيتم الاعلان عنهم في قائمه الكابتن حسام البدري في الفتره اللي جايه. اكيد الاعين كلها منصبه نحو مين هيكون الدم الجديد اللي الكابتن حسام البدري بيتكلم عنه، انا هضخ دماء جديده في قائمه منتخبنا الوطني اللي جاي، مين ممكن نكون ظهوره مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2019 كان بمثابة مباراة الاعتزال الدولية، ومين ممكن نشوفه كوجوه جديدة يدعم بيها الكابتن حسام البدري قائمة منتخبنا الوطني في الفترة اللي جاية. كل التوفيق أكيد للاعبين والجهاز الفني، وإن شاء الله في الظهور الأول ليهم مع الكابتن حسام البدري نطمن عليهم بشكل كبير جدا في مباريات الودية كده، نشوف شكل بيظهروا بيه، نحس إن القوام أصبح مختلف، فبالتالي كمان الأداء والروح أصبحوا مختلفين. طب نروح بقى للدوري المصري، كمان النهارده هيكون في استكمال الجوله الثانيه لبطوله الدوري، وتحديدا الساعه 5:30 يبحث فريق الاتحاد السكندري عن تصحيح المسار المحلي حينما يواجه الجونه في استاد الاسكندريه، وكان الاتحاد خسر فات الثلاث والابتعاد عن نغمه اضاعه الفرص السهله والاستهتار اللي ظهر في بعض اوقات مباراه الاسماعيلي في الجوله الافتتاحيه. كمان من المنتظر ان تستكمل المباريات غدا بمواجهه الاسماعيلي والمصري على ملعب برج العرب الساعه 5:30 مساء، وكمان هتكون المباراة الثانية ما بين النادي الأهلي ونادي الإنتاج الحربي على ملعب السلام الساعة 8 مساء، وبتختتم الجولة الثانية يوم الخميس بإقامة مباراتين، الأولى على ملعب طنطا الساعة 3 عصرا بين فريقي طنطا وبيراميدز، والساعة 8 مساء بيلتقي مصر للمقاصة والزمالك على ملعب السلام.
اكيد مباريات كتيره قويه هنتابعها على مدار الايام اللي جايه ضمن منافسات الجوله الثانيه من الدوري المصري ممتاز. كل فريق خسر في اول جوله اكيد هيكون بيسعى لحصد الثلاث نقاط في الجوله اللي بعدها، وان شاء الله كده نشوف موسم كروي قوي. مشاهدينا هنطلع لفاصل صغير ونرجع نستكمل بقيه حلقتنا، خليكم معانا. حضرتكم مرة تانية مشاهدينا، وصلنا للفقرة العالمية وجولة في آخر أخبار كرة القدم العالمية. هنبدأ فقرتنا مع تصريحات صحفية للنجم البلجيكي إيدن هازارد لاعب ريال مدريد، واللي أكد أنه عليها أن يظهر ما يؤكد قدرته على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الفترة اللي جاية. وقال اللاعب البلجيكي: علي أن أبرهن أنني أستطيع أن أكون أفضل لاعب في العالم، وده عن طريق ما سأقدمه مع ريال مدريد ومنتخب بلادي في الفترة اللي جاية. بكل تأكيد هازارد من أفضل المواهب على الساحة الكروية العالمية في الفترة الحالية، ولكن لسه لم يتأقلم بشكل كافي مع فريقه الجديد ريال مدريد، وطبعا الإصابة في بداية الموسم أبعدته عن المشاركة ضمن كتيبة زين الدين زيدان. ولكن بشكل عام اللي قدمه مع منتخب بلاده ومع فريق تشيلسي على مدار المواسم اللي فاتت قبل انتقاله إلى ريال مدريد بكل تأكيد بيؤكد أنه هو نجم من طراز عالمي، ممكن يكون بيتصدر قائمة أفضل لاعبي العالم في الفترات اللي جاية. نروح من هازارد لبيكيه، وقرر رئيس نادي برشلونة استدعاء جيرارد بيكيه قائد فريقه من اجل التحدث معاه عن التصريحات اللي ادلى بيها بعد مواجهه ختافي في الدوري الاسباني. القرار جه بعد تصريحات من بيكيه هاجم خلالها الصحفيين والمح لعدم رضاه عن عدد من الامور الاداريه في ناديه، مما ادى الى استدعائه من اجل التحقيق حول الامر. في الوقت الحالي اكيد اي حد من جمهور الفريق الكتالوني او حتى من جماهير الفريق الملكي ظهور برشلونه في الموسم دوت مختلف. الميركاتو الصيفي كان فيه تدعيم للشق الهجومي بالرغم من وجود اكثر من عنصر هجومي جيد جدا ومتاقلم وبيأدي مع فريق برشلونه، ان انطوان جريزمان يكون متواجد اكيد اضافه كبيره، ولكن كمان السعي ان يكون موجود نيمار كان موجود وعلى الطاوله كان في حديث ممكن يكون جاد جدا علشان يكون نيمار موجود ضمن صفوف برشلونه. على الصعيد الاخر كل جماهير برشلونه كانت ممكن بتطالب ان يكون في تدعيم في صفوف خط الدفاع بشكل اكبر، وظهور برشلونه وخصوصا على الصعيد المحلي في انطلاقه الموسم الحالي من الدوري الاسباني مش بيطمن بشكل كبير جدا عدد كبير من جماهير فريق برشلونه. ده طبعا بجانب المدير الفني اللي الكل بيطالب ان هو يكون بيرحل في اقرب وقت ممكن، وان هو تولي القياده الفنيه لفريق برشلونه مش افضل سيناريو، بل من المفترض يكون موجود مدير فني افضل منه وبكثير. ننتقل بالحديث للفرنسي كيلياني امبابي، وما زال توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي بيواجه العديد من الشكوك قبل مواجهه جالاتا سراي التركي النهارده في دوري ابطال اوروبا بشان ما يتعلق بالفرنسي كيلياني امبابي مهاجم الفريق واللي لم يتعافى من اصابته نهائيا حتى الان. وقال توخيل: علينا التحدث مع امبابي، انه ليس قادر على لعب 90 دقيقه، سنتخذ القرار النهائي اليوم. وكان فريق باريس سان جيرمان حقق فوز مهم جدا في الجوله الاولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد بثلاث أهداف نظيفة، مع العلم بوجود كل من نيمار وكيليان امبابي في المدرجات، وكمان كافاني كان متواجد في خارج التشكيلة، فبالتالي كمان واضح أن باريس سان جيرمان قوي جدا. وعلى الصعيد الآخر ريال مدريد مش في أفضل حالاته من انطلاقة الموسم الحالي. ولسه مع لعنة الإصابات وبتحوم الشكوك حول مشاركة الفرنسي لوكاس هرنانديز لاعب بايرن ميونخ في مواجهة فريقه اليوم أمام توتنهام في إطار دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن الإصابة اللي تعرض لها هرنانديز أمام باتربورن بالدوري الألماني ربما تحرمه من التواجد الليلة أمام توتنهام بدوري الأبطال. إصابات كتيرة بتلحق بنجوم عديدة في الوقت الحالي ولسه الموسم في انطلاقته ولسه حتى ما حصلش التحام لمباريات بشكل كبير. من إصابات بنتكلم عليها لحتى هتفضل محفورة في الأذهان وعلى مدار سنوات وسنوات تبعناها السنة اللي فاتت، ولكن لسه بنفتكر كل اللحظات اللي فيها. كانت يناير السنة دي كمان يعني لسه من أشهر قليلة تابعناها، ولكن أصداها تفضل مستمرة معانا على مدار سنوات قادمة. كلنا طبعا فاكرين اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا اللي كان توفى في حادث مروع بعد تحطم الطيارة اللي كانت بتنقله إلى إنجلترا من أجل الانتقال إلى نادي كارديف سيتي. وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
حكمه بالتزام نادي كارديف سيتي بدفع 6 مليون يورو الى نادي نانت الفرنسي كدفعه اولى من مبلغ التعاقد مع اللاعب إيميليانو سالا واللي توفى في 21 يناير 2019. وطلب نانت الحصول على مقابل انتقال سالا الى كارديف سيتي، بينما اعترض النادي الانجليزي على دفع المبلغ بسبب طبعا وفاه اللاعب، علشان يحتكم الطرفان الى الاتحاد الدولي لكره القدم واللي اصدر حكمه بعد 7 أشهر من الاجراءات. اكيد حاله مختلفه وغير متوقعه ان كمان يتم الدفع المبلغ اللي كان خاص بصفقه انتقال لاعب اصبح غير موجود، وصعب ان هم يحصلوا على خدمات، هيدفعوا له مبلغ كبير جدا رغم رحيل اللاعب. اكيد حاله مختلفه، بنتابع دايما في كره القدم كل فتره كده احداث مش متوقعه. طيب نروح للاعب الشاب أنسو فاتي، أصبح حديث العالم خلال الفترة اللي فاتت بسبب تألقه اللافت للنظر مع الفريق الأول لنادي برشلونة، وأصبح فاتي اللي بيتم العام 17 نهاية شهر أكتوبر الجاري أصغر لاعب يسجل هدف لبرشلونة في تاريخ الدوري الإسباني وهو عنده 16 سنة و321 يوم. فاتي هو خريج أكاديمية لاميسيا لكرة القدم لكرة القدم واللي أخرجت مواهب أبهرت العالم. خلونا نشوف تقرير عن أنسو فاتي ونرجع مرة تانية. أكاديمية لاماسيا واحدة من أعرق أكاديميات كرة القدم حول العالم، وهي الأكاديمية التابعة لنادي برشلونة الأسباني، وأخرجت لاماسيا الجيل الذهبي الذي قاد أسبانيا للفوز بكأس العالم 2010، وقاد برشلونة للتتويج بدوري أبطال أوروبا عدة مرات، وأيضا أخرجت لاماسيا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. أكاديمية لاماسيا أخرجت العديد من اللاعبين خلال السنوات الماضية، لكن في الفترة الأخيرة فتحت أكاديمية لاماسيا أبوابها من جديد لتخرج موهبة جديدة قد تعادل موهبة ليونيل ميسي في السنوات القادمة، وهو اللاعب الشاب أنسو فاتي الذي ظهر مع بداية هذا الموسم في صفوف الفريق الأول لنادي برشلونة. وأصبح فاتي في 31 من أغسطس الماضي أصغر هداف في تاريخ برشلونة عندما أحرز هدفا في شباك أوساسونا وهو في عمر 16 عاما و321 يوما. وشارك فاتي مع برشلونة ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا ليصبح أيضا أصغر لاعب يحمل ألوان النادي الكتالوني في المسابقات الأوروبية. ومن طفل ترعرع في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية إلى أكبر ملاعب وأندية العالم في برشلونة، هذا هو الطريق الذي سلكه أنسو فاتي الذي وصل عام 2009 إلى إسبانيا كمهاجر من أفريقيا، وأصبح وهو بعمر 16 حديث صحف العالم. وأشعل فاتي الصراع بين عدد من المنتخبات الأوروبية من أجل الحصول على خدمات النجم الصاعد وضمه إلى منتخبات الشباب في بلادها قبل أن يختار فاتي تمثيل المنتخب الأسباني. ويبدأ صراع جديد عليه بين منتخبي أسبانيا تحت 17 عاما وتحت 21 عاما، لكن يقترب فاتي للانضمام لمنتخب أسبانيا تحت 21 عاما نظرا لعدم تعارض مبارياته مع مباريات فريق برشلونة. أنسو فاتي موهبة جديدة أخرجتها أكاديمية لاماسيا لتواصل إبهار العالم بما تقدمه من مواهب فذة. الأكاديميات أكيد حاجة مهمة جدا، وإن احنا نشوف ممكن فريق برشلونة يكون بيسعى للتفاوض مع عدد كبير من النجوم ولكن يكون عنده لاعب صغير السن في الوقت الحالي، نشوفه بيلعب في وسط نخبة كبيرة جدا من النجوم يكتسب الخبرات، وإنت تكون بتتكلم إن هو كمان خارج من نفس الأكاديمية اللي خرجت أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي على مدار سنوات وسنوات فاتت، ولسه ممكن كمان نشوفه هو الأفضل على مدار سنوات قادمة. إزاي ممكن يكون في استفادة من عناصر الشباب في وقت حالي؟ احنا ممكن نكون بنفكر طب بعد ما يكون كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خلاص مش موجودين على الساحه ومش قادرين يدوا بشكل اللي احنا شفناه على مدار 10 سنين فاتوا، مين هيكون بيستلم الرايه منهم؟ بنفكر ان امبابي موجود وموجود بقوه، نيمار ممكن كان في بعض الاوقات الناس بتفكر ان هو ممكن يكون خليفتهم في حصد الجوائز،
ولكن بالشكل والنهج اللي ماشي بيه نيمار من بقى مشاكل وعدم التزام والحاله ديت فنيا هو اكيد جاهز يكون هو الافضل في العالم، ولكن بقى على الصعيد الالتزام هو مش جاهز ان هو يكون الافضل في العالم. واعتقد ان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من اللاعبين اللي قصصهم والحاجات الشخصيه بتاعتهم ممكن كريستيانو كمان يعني اقل شويه، ولكن ليونيل ميسي نادرا لما كنا نسمع ان هو عنده مشكله في التزام في خناقه في اي حدث كده غير كره القدم. كل اللي كنا بنسمعه عنه كوره وتهديف وانجازات وارقام قياسيه بيحققها. اكيد لاعب جديد بيظهر ضمن كتيبه الفريق الكتالوني، هنشوف هيقدر يقدم ايه معاهم في الفتره اللي جايه. النهارده الثلاث والثلاث والاربع دايما بيكون ليهم طعم مختلف بوجود البطوله الاقوى والامتع والاغلى في تاريخ كل البطولات في كره القدم، دوري ابطال اوروبا. النهارده هتفتتح مباريات الجوله الثانيه من دور المجموعات لبطوله دوري ابطال اوروبا، وهتقام النهارده مباريات المجموعات الاربعه الاولى، وهتكون المباريات كالتالي الساعه 7 إلى 5 ريال مدريد هيلاعب كلوب بروج، كمان في نفس التوقيت اتلانتا هيلاعب شختار، اما الساعه 9 هتقام 6 مباريات، مانشستر سيتي هيلاعب دينامو زغرب، يوفنتوس هيلاعب بايرن ليفركوزن، ليموكوموتيف موسكو هيلاعب اتلتيكو مدريد، وجالاتا سراي هيلتقي مع باريس سان جيرمان، توتنهام هيلاعب بايرن ميونخ، واخيرا النجم الاحمر بلجراد هيلاعب اولمبياكوس. دي اكيد المباريات اللي هنتابعها النهارده ضمن منافسات الجوله الثانيه من الشامبيونز ليج دور المجموعات. كنا برضو نفكر حضراتكم بترتيب المجموعات الاربعه الاولى قبل انطلاق الجوله الثانيه من مبارياتها النهارده. في المجموعه الاولى في المركز الاول باريس سان جيرمان برصيد 3 نقاط، في المركز الثاني جالاتا سراي برصيد نقطه وحيده بالتساوي مع كلوب بروج صاحب المركز الثالث، واخيرا ريال مدريد ياتي في المركز الرابع بدون اي نقاط. المجموعة الثانية بايرن ميونخ في الصدارة برصيد 3 نقاط، وتوتنهام في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة بالتساوي مع أولمبياكوس صاحب المركز الثالث، وفي المركز الرابع النجم الأحمر بدون رصيد من النقاط. أما عن المجموعة الثالثة فدينامو زغرب في الصدارة برصيد 3 نقاط بنفس رصيد مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، شختار في المركز الثالث بيليه أتلانتا في المركز الرابع، والفريقين بدون رصيد من النقاط. أما عن المجموعة الرابعة لوموكوتيف موسكو في المركز الأول برصيد 3 نقاط بيليه أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة وحيدة، وأخيرا بايرن ليفركوزن متذيل المجموعة برصيد بدون أي أهداف. ده ترتيب الأندية اللي مشاركة في هذه النسخة من دوري أبطال أوروبا. ومعانا دلوقتي الأستاذ أحمد عصام الناقد الرياضي عشان نتكلم بشكل أكبر عن المباريات اللي احنا على أعتابها النهارده وبكره في دوري الأبطال. مساء الخير عليك يا أستاذ أحمد. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة سبورت. طيب النهارده كده يعني حابين نتكلم ممكن من الجوله اللي فاتت شفنا فيها كده بعض المفاجآت، حتى خساره ليفربول ما كانتش افضل سيناريو، الخساره الكبيره اللي تلقاها ريال مدريد على ايد باريس سان جيرمان ما كانش افضل حال. ممكن نشوف الجوله الثانيه ممكن بيحصل فيها مستوى افضل مثلا من الانديه اللي اخفقت في الجوله الاولى. اكيد طبعا مباراه الجوله الثانيه دي هتكون فرصه للناس ان هي تصلح اوضاعها. ليفربول دايما بيكون عنده مشكله لما بيلاعب نابولي، شفناه برضه السنه اللي فاتت خسر الماتش قدام نابولي في ايطاليا، والسنه دي برضه خسر. ريال مدريد بقى الناحيه الثانيه عنده مشاكل اصلا كبيره من اول الموسم، هو الظروف خدمته في الدوري ان هو يبقى متصدر مع الاداء الهزيل دوت، لكن الفريق ابتدى يمد نفسه يعني زي ما بنقول، ودفاعيا بقى كويس، بقى له 3 ماتشات ما بيستقبلش اهداف، وده اللي يعني نقدر نقول ان هو هيقدر يبني عليه في الماتش بتاع النهارده. طيب ريال مدريد عنده مباراة النهاردة في وقت متذبذب جدا في مستواه، وكان البعض شايف ان عودة زين الدين زيدان هتخلي ريال مدريد يعود مرة تانية، ولكن لسه ريال مدريد مش هو ريال مدريد. لازم بقى نرجع ونقول ان كريستيانو رونالدو كان موجوده وكان مخلي ريال مدريد برضه في حتة تانية. اكيد طبعا غياب كريستيانو رونالدو يأثر على اداء ريال مدريد بدرجة كبيرة، لكن الموضوع مش فكرة زيدان ما عملش حاجة، هو الراجل كان في الصيف كان بيتكلم على صفقات معينه عايزها، على ناس عايزها تمشي ابرزهم جاريث بيل، لكن ده كل ده ما اتحققش، يعني هو ما قدرش يجيب غير ايدن هازارد، وحتى لوكا يوفيتش اللي انضم ما كانش مقتنع بيه بدرجه كبيره، ونص الملعب كان محتاج تدعيمات وده ما حصلش، بالعكس ده احنا شفناه بيتخلى عن داني سيبايوس مثلا اللي هو كان يعني تاسك وتوسيمه فيه ان هو يكون ليه مكان في تشكيله الريال، فالمشاكل انا شايفها اكبر من زيدان، لكن النهارده فرصه بقى قدام كلوب بروج، فرقه صغيره، فرقه
يعني النهارده الصحافه البلجيكيه كانت لفت انتباهها ان اللعيبه امبارح لما راحوا زاروا ملعب البرنابيو قعدوا ياخدوا سيلفي بما فيهم رئيس النادي، ف بيتكلموا ان الماتش هيكون صعب جدا عليهم وريال مدريد هيستعرض بقى عضلاته بعد الخساره الكبيره اللي بني بيها في المباراه دي. طيب كريم بنزيما كل موسم بيبقى منقسمين دايما لجماهير ريال مدريد ما بين كريم بنزيما مهاجم الافضل لريال مدريد ولا كريم بنزيما بيهدر الفرص لازم يرحل، شايف الموسم دوت بيقدم ايه خصوصا ان هو كان في اكثر من مباراه صاحب فضل الخروج بفوز الفريق ريال مدريد؟ انا شهادتي مجروحه في بنزيما، انا بحبه الصراحه. انا شايفه مهاجم كبير جدا والموسم ده هو فعلا هو احسن لاعب في ريال مدريد، لكن المشاكل بقى اللي في الفرقه في نص الملعب وفي الدفاع مخليه الفريق يعني بعيد عن مستواه، لكن بنزيما على يعني من ناحيته هو عامل كل اللي عليه الموسم دوت، هو هداف الفرقه، هو احسن لاعب، هو بيموت نفسه زي ما بنقول في كل ماتش. اعتقد ان الموسم ده يعني بنزيما هينهيه بممكن يكون هداف الدوري الاسباني او هداف دوري ابطال اوروبا لو الفرقه قدرت تكمل يعني بعد كده. طيب من اهم المباريات اللي هنتابعها النهارده هي مباراه توتنهام وبايرن ميونخ، رؤيتك لهذه المباراه مع موسم بادئ كده مش الافضل اكيد لتوتنهام في الوقت الحالي، على الصعيد الاخر دايما بايرن ميونخ بيكون عنده استقرار على الصعيد المحلي بيخليه دايما داخل اي مباراه حتى لو في مسابقه ثانيه ولكن عنده الثقه. بايرن فعلا ابتدى اداؤه يتحسن بعد البدايه المتذبذبه في اول الموسم، رجع ثاني لصداره الدوري وعنده بقى توتنهام العكس تماما، الموسم دوت مش ماشيين كويس بعد ما قدروا ان هم يوصلوا لنهائي النسخه اللي فاتت. بايرن دلوقتي بقى في حاله رضا بين اللاعبين، نهايه الموسم اللي فات الموضوع ابتدى يخش في سكه غريبه يعني الحقيقه، اول مره اشوفها في بايرن ان اللعيبه بتطلع تتكلم على الاداره وعلى التدعيمات، كان ليفاندوفسكي اتكلم على ان النادي محتاج تدعيمات، نوير طلع دعمه، وكانت مشاكل كبيره جدا وانعكست بقى في بدايه الموسم برضه، كان الفريق بادئ بدايه مش كويسه، لكن بعد كده لما جه بريزيتش وبعد كده لما جه كوتينيو حسن تدريجيا لما دخلوا بقى في المود وانسجموا مع الفريق، وشفنا ده بقى بيترجم في الدوري الالماني في الاسابيع الاخيره، بايرن بيحقق نتائج مميزه جدا وليفاندوفسكي متالق جدا يعني جاب 10 تجوال لحد دلوقتي، فاعتقد ان المباراه شبه محسومه لبايرن اللي دايما لما بيروح لندن بيعمل قلق، كنا فاكرين دايما ماتشاته مع ارسنال بتخلص بنتائج كبيره، فاعتقد ان المهمه النهارده هتكون سهله برضه للفريق الالباني في ظل تراجع توتنهام في الفتره الاخيره. طيب مانشستر سيتي يعني برضه من الانديه اللي عندهم مباراه النهارده ولكن هي بمثابه مباراه برضه سهله امام فريق دينامو زغرب، ولكن مانشستر سيتي على غير العاده عنده تذبذب في ادائه في الدوري الانجليزي وعلى الصعيد الاخر مثلا منافسه وغريمه بقى التقليدي على مدار الموسم اللي فات ليفربول ماشي بخطى ثابته جدا في الدوري الانجليزي، شايف ازاي الموسم دوت بالنسبه لمانشستر سيتي على طبعا مع العلم ان هو بيقدر يفصل خالص ما بين نتيجه اي مباراه بيعملها في الدوري وفي دوري ابطال اوروبا؟ مانشستر سيتي الحقيقه انا شايف جوارديولا يعني ما يعني مع احترامي ليه طبعا من اهم مع احترامنا كلنا ليه اكيد اكيد يعني عشان حد بس ياخد كلامي يقول لي انت عشان تتكلم على جوارديولا انا شايفه يعني بيأفور في موضوع التدوير يعني عندك فرقه يعني عندك فرقتين يعني مورينيو يرشح الفرقه اللي على الدكه بتاعتك ان هي تنافس على الدوري، انا شايفه يعني بيفرط في الاستعراض في فرقته ان هو بيدور في اوقات مش مناسبه وعمال على بطال بشوف فيه يعني عدم استقرار في التشكيل، انت يعني لما تيجي اي ماتش مانشستر سيتي ما بتجيش عارفه هيبدا دور من اول بقى نجم الفريق اجويرو لحد اصغر واحد بيلعب في الفرقه، فالموضوع ده انا شايف ان هو مؤثر بدرجه كبيره على الفرقه، انت عندك جوجلك كويسين عندك لعيبه جامده على الدكه، لكن مهم جدا يكون عندك طوال ثابت بيلعب، مهم جدا تكون ثابت التشكيل والتغييرات تكون في هذه الحدود، احنا بنشوف كل ماتش بيغير اثنين ثلاثه لعيبه مهمين جدا وبيلعب من غيرهم، الاداء طبعا بيتاثر حتى لو البديل دوت بيأدي بشكل كويس، النهارده كمان هيكون عنده مشكله كيفن دي بروين اصيب والنادي اعلن من شويه ان هو مش هيكون موجود النهارده، تعرض لاصابه في ماتش ايفرتون، بالتالي دي هتكون بقى يعني
جوارديولا هيكون مبسوط بالموضوع ده عشان ينزل حد تاني. هو كده كده كان ممكن مش هيلعبه اساسا عشان ما يحسش بالذنب. النهارده هتكون فرصه بقى ان احنا نشوف فرقه جديده خالص لمانشستر سيتي بتلعب النهارده. طيب ولكن بشكل عام من اولى كده الجولات تحس ان الانديه اللي بتشارك في دوري الابطال فممكن تكون في الدوري ظهورها برده مش بافضل حال، يعني اللي احنا كنا حاسين ممكن يكونوا افضل الانديه مثلا وهتكون بتتنافس بقوه اول الجولات مش بيطمن ان احنا عارفين مين هويه البطل ومين هيروح بعيد. لا صعب جدا دلوقتي، احنا لسه في شهر 10 ويعتبر الموسم لسه بادئ يعني في كل اوروبا. وبعدين ما تنسيش برضو ان الفرق الصغيره ما يعني ما بقتش صغيره زي زمان. طبعا اي حد ممكن يكسب، اي حد بيشوف مين كان يصدق ان اياكس امستردام هيوصل للنهائي وفي الدوري مثلا ان نورتش يكسب مانشستر سيتي، دي حاجات يعني ما وغرناطه اللي بيكسب برشلونه. فندي برضو للناس دي حقها، الفرق الصغيره بقت اكثر قوه من قبل كده، المنافسه بقت شديده جدا في كل المستويات، سواء الفرق اللي بتنافس على اللقب او الفرق اللي تحت بقى اللي هي بتدور على مركز مؤهل لاوروبا او اللي هي بتحاول تتفادى الهبوط، كل دوت مخلي المباريات صعبه يعني على اي حد. ان شاء الله نشوف ماتشات حلوه كده وكالعاده الثلاث والاربع بنشوف كده كوره مختلفه ممتعه، مش عايزين اليوم يخلص ولكن بكل تاكيد ماتشات كلها مهمه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ احمد عصام الناقد الرياضي، واكيد حديث مطول عن مباريات دوري ابطال اوروبا هنتابعهم النهارده وبكره باذن الله، واكيد هتكون متابعه ممتعه وكالعاده بيتقدمها لنا كل الانديه الاوروبيه، فهذه المنافسات هي الامتع والاقوى والاغلى في التاريخ وفي العالم كله بطوله دوري ابطال اوروبا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل هنستكمل اخر فقراتنا، خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه، وصلنا لفقره ويكاند. نجمتنا النهارده موهوبه بالوراثه وهي لاعبه السله نادين السلعاوي واللي كان شعارها ويكاند، وهي بتتالق في الملاعب لحد ما بقت من اهم نجمات كره السله في مصر. نادين السلعاوي كان شعارها ويكاند وهي بتسير على خطى والدها محمد سيد سليمان السلعاوي نجم الاهلي السابق وكمان اخوها احمد السلعاوي لاعب السله بالنادي الاهلي عشان تكمل مسيره اسم العائله في ملاعب السله. وبشعار ويكاند سافرت نادين السلعاوي الى امريكا وهي عندها 18 سنه علشان تتالق في دوري الجامعات الامريكي، وبنفس الشعار ويكاند تالقت نادين السلعاوي مع المنتخب الوطني تحت 18 سنه لكره السله في بطوله العالم 3 في 3. تعالوا معانا نشوف تقرير عن النجمه نادين السلعاوي ونرجع مره ثانيه. تدخل نادين السلعاوي نجمة منتخب مصر لكرة السلة والمحترفة في دوري الجامعات الأمريكية ضمن قائمة الرياضيين المميزين بعد أن فرضت موهبتها على الجميع. ونجحت نادين السلعاوي أن تلفت الأنظار إليها من خلال مشاركتها مع جامعة نورث كارولينا جرينسبورو بعد أن وصلت إلى النقطة 1000 بدوري الجامعات الأمريكي، ولا يعد هذا أول إنجاز للاعبة المصرية، فقد حققت بعد أول عام لها في أمريكا لقب أفضل وافدة في دوري الجامعات. وسافرت نادين السلعاوي إلى أمريكا وهي في 18 من عمرها بعد المرحلة الثانوية لتكمل دراستها في أمريكا، وتلقت منحة الدراسة في دوري الجامعات الأمريكية، وبالفعل وافقت الأسرة على سفرها لتبدأ اللاعبة في تحقيق مسيرة الإنجازات. نادين السلعاوي هي أحد أبناء عائلة السلة الأهلاوية، فهي ابنة محمد سيد سليمان السلعاوي أحد نجوم سلة الأهلي في العصر الذهبي، وشقيقة أحمد السلعاوي لاعب سلة الفريق الأحمر والمنتخب الوطني. وشاركت نادين السلعاوي مع فريق ناشئ الأهلي وحققت دوري المرتبط وكأس مصر، وتم تصعيدها مع الفريق الأول لسلة الأحمر. وتألقت نادين السلعاوي مع المنتخب الوطني تحت 18 عاما لكرة السلة في بطولة العالم 3 في 3 والتي أقيمت بمدينة أستانا بكازاخستان، ونجحت لاعبة المنتخب في إحراز 25 هدفا في مباريتي غواتيمالا وتركيا لتقود المنتخب للتأهل للدور الثاني من البطولة بعد احتلال الفراعنة للمركز الثالث في المجموعة الرابعة التي ضمت أيضا نيوزيلندا وأسبانيا.
وأشاد موقع الاتحاد الدولي للعبة بمستوى لاعبة مصر وتألقها في اليوم الثالث للبطولة وإحرازها ل 25 هدفا في مباريتين لتتربع على قائمة الهدافين بفارق 11 هدفا عن سارة كرومبلوفا لاعبة التشيك و 19 هدفا عن ليفيا غريبين لاعبة المجر. نادين استلعاب كان شعارها ويكان وهي بتتألق في ملاعب السلة ولسه إن شاء الله عندها الكثير علشان تقدمه من خلال المرحلة اللي جاية. بنتمنى لها أكيد كل التوفيق هي وكل أبطالنا اللي بيتألقوا في كل الرياضات وبيرفعوا علم مصر تحت شعار إن هم قادرين يحققوا إنجازات ليهم وأكيد كمان لبلدهم. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة من تايم لايف. استنونا بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة. تقبلوا تحياتي.